مينها؟ معقولة تكون هزار؟ لا لا مستحيل، هي مو دقة هزار. ايه رح افتح. لا 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 ما تفتحي، خلينا نخبي الشنطة. وين بدي اخبي الشنطة؟ معقولة يكون حرامي لاحقنا وشايلة هون؟ شو حرامي انت الثانية؟ يعني حرامي بده يدق الجرس طن 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 وفتحوا لي. يلا شو عملت؟ هلا قومي. فوتي لجوا. ولا نفس. هلا بوز قدامكم. ها يابا لكن شو عم تعمل؟ مين انت؟ يبي 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 اسكتوا. يبي 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 يبي. اعطوني موبايلاتكم بسرعة. اعطوني موبايلات، اعطوني موبايلات. موبايلي جوا تحت المخدة، جيبوا لي كمان. وفي عندي ورا دهب ان شاء الله ما تقتلني. اعطوا اياه. هاتوا الموبايلات. ما بدي دهب، ما بدي دهب، بدي الموبايلات بس. شو اللي صايره برا؟ شو بعرفني يا معلم، طوقوا الحركه كلياتها يا لطيف. ايه عم يقولوا انه في مجرم هربان لعنا لهون على الحاره. اعوذ بالله من شر شيء. شو جابوا على حارتنا؟ ما بعرف وما عم يلاقوه. انا حسب تحليلاتي البوليسيه عم يقولوا انه متخبي بشي بيت بالحاره. ما عرفت اللي شو عامل؟ امبلا قاتل صاحب سوبر ماركت بعربين اسمه ابو سعيد. اعوذ بالله يا لطيف، تلطف يا رب. شوف تتمسمر بارضه، بتراقب الرايح والجاي، حسيت باي شيء بتصرخ بالولي ليكون مسلح. ولا يهمك، ديبك انا معلم، ديبك. وش قاعد يلا؟ وانا كمان وش هالحال؟ ليش خطرتك بشو بتفرقي عنهم؟ انا دادو، انا دادو، انا دادو، ما بفهم وش هيك الحيط؟ يا استاذ لا تقولي استاذ، وش قاعد الحيط بسرعه؟ طيب يا سيد. ولا تقولي سيد. ضروري تقول بي. شوف كيف عم يتوتر. لك انا بس والله بس بدي اقول لك انه ما عندنا غير هالموبايلات. الله وكيلك، لا مصاري ولا ملايين ولا دولارات ولا بيعملنا وحياتنا شايفينه. ولك انا مالي حرامي. لكن ليش هيك فايت على البيت عنا وموجه المسدس على دماغنا؟ لاني هربان من الشرطه وما لقيت غير بيتكم تخبى فيه. ايش الجريمة اللي عامله حتى هربان من الشرطة؟ قتلت لمرتي. ولا عرف خلصت من وحدة العلي أربعة. ولك ليش هيك؟ كلكم على الحيط بسرعة. يلي بدي اسمع صوته بدي الحق بمرتي، مفهوم؟ على الحيط. شو فيك تحكي لنا عن الجريمة؟ والله أنا متعودة إني أسمع خناق هون كل يوم وكل ساعة، يعني الموضوع طبيعي. لما سمعت صراخ هالمرة ما أخذت وعطيت كثير، قلت مثل كل مرة خناقة بين الرجال ومرته. وأنت بتعرفي بين الرجال والمرة بصير كثير خناق ومشاكل وعياط، يعني الوحدة ممكن تتخانق مع جوزها مشان السيجارة مشان كاسة الشاي. يعني أنت كنتي شاهدة وقت وقوع الجريمة؟ كيف لكان؟ كلياتنا كنا شاهدين على اللي صار، لانه كريم ومرته الله يرحمها كانوا باخر فتره مثل الديك والجاجه. وانت بتعرفي كل البيوت بصير فيها خناق ومشاكل، وانت بتعرفي البيوت اسرار، بس مثل الخناقه اللي بصير بين كريم ومرته وفاء الله يرحمها عمرنا لا سمعنا ولا شفنا. خاله انت بتعرفي شيء عن الموضوع؟
طيب نحن لهلا ما فهمنا انت شو بدك منا. طمنوا انا ما بدي اقتلكم هلا. لكن شو بدك؟ اه بدي تعملي لي فنجان قهوه. شو عم تقول انت؟ يا ريت تكون ساده ومع هي الاكسترا كمان. يو ار كريزي. اذا بدك تضلي بهالحركات هي رح تصير عن جد مجنون. لك بيتي بقى خلصيني ورح يملي له قهوه بقى. اي حركه هيك او هيك رح اوسها. طيب ممكن نروح على الحمام؟ اكيد لا. الله يوفقك. لو قلت لا. لك خلص اسكتي بلاي بقى. يا ربي. يلا في بيت ما في صنفيره. ممكن نقعد؟ شوي نقعد ولا لا؟ ممكن تقلنا شو ممكن نقدر نساعدك لنساعدك؟ ولك خلص حرف ماني طايق اسمع صوت النسواني. يا ربي شو هالقدر هاد؟ شرف شربي. اه ما بدي شربي. لك شو بك انت؟ اه شو بك انت؟ ولك اعمل لك شربي. ما بدي اشرب ما بحب القهوه. انا لما بقول لك شربي يعني بتشربي مفهوم؟ خلص خسر رحش. هيك هلا بشربوا انا متطمن. صرفي. ولي يا معلمي ولي شو هاد؟ الامن مبحوطين بحته عم اشطوا الحاره بيت بيت. يظهر انه المجرم الهربان خطير جدا. خطير كثير. ابو همام شو عم يقول لي؟ عم يقول لي انه مسلح معه 5 مسدسات 3 روسيات واربع قنابل وصاروخ سكودا. سكود يا جدبي مو سكودا. يعني شو بده يحمله لحاله؟ ما بعرف هيك قال لي ابو هما. سطيح حبيبي هدول الاغراض ليش مو مسجلهم على الدفتر؟ ليش لمين هدول؟ مكتوب عليهم بيت الصبايا. ولي على هالنسوه هدول يوصوني عليهم من الصبح ونسيت بدي لهم اياهم. مو من عادتك متى ما سمعت الطلب لبيت الصبايا بترقد رقد. يلا انتتر ودي لهم اياهم. يلا معلمي. طيب بلكي طلع لي هذا المجرم شو بقول له؟ بتقول له بيسلم عليك معلمي ابو سعيد كثير السلام وبيتشكرك مسبقا واجرك وثوابك على الله. على راسي. طيب انت شو طيب انت شو قصتك؟ انا ما كنت بدي اقتلها بس بعد ما تخانقنا وعليت صواتنا نكشت شعراتها فجأة صارت تعيط وانا خفت. ايه خفت وهجمت علي وانا دفشتها دفاعا عن النفس. ما بعرف كيف وقعت اجى راسي على طرف الكنباية
بس أنا والله ما قتلتها ولا قصدي إني أقتلها، بس هذا اللي صار. يعني أنت ما كنت بدك تتفشى ولا كان عندك نية إنك تقتلها؟ أنا ما بقدر أقتل نملة، ما بقدر أقتل صرصور حتى أقتل مرتي، بس هي اللي خلتني أعمل هيك، هي اللي وصلتنا لهم. طيب أنت ليش ما حكيت الحكي للشرطة؟ ما بعرف، خفت إذا قلت له ما يصدقوني ويعدموني وأنا مظلوم. هربت ما لقيت حالي غير قدام باب بيتكم. مين جايكم؟ وادين حدا؟ لا بلكي الشرطة. الشرطة؟ أنا برأيي أنت بتفتح الباب وتسلم حالك. إيه مضبوط، هذا الحكي لأنه أنا بعرف هدول القصص. هاي الجريمة حكمة من 10 ل 15 سنة، وخاصة إذا كان اسمه قتل. عمد مو قصد، قصد مو عمد. قلتي لي قصد مو عمد ما؟ ما بدي اسمع ولا صوت. قومي. قلت لك حما يا جو. تحركي. بلاش أنا في ثلاثة غيري. لا ما صار أكثر من دقيقة. وين راحوا؟ ما نزلوا نزلوا ما نزلوا، أنا ما شفتهم نزلوا. إيه. والله العظيم. مرحبا سي دادو. أهلين فنانتنا العظيمة والله. جبت لكم الأغراض. إيه يسلموا إيديك. الشرطة. إيه الشرطة. لك ما محوطين برا من شوفهم عم يدوروا على واحد. هات هات الأغراض. ها. لا انا فوت لك اياهم. لا لا شكرا. انا شكرا بالعفو. قولي انت موصل الدنيا توتي غير على فوت الغراض دراسه. انا فوت لك اياهم على المطبخ. ما بصير خذ من ايدك. فوت لجوا. لحظه بس حتى نتعرف على قعد على نصك. انا اي هم تمام.